السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بطلابنا جريد 4، معاكم ميس السر. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس، وما تنسوش كمان ان انتوا تعملوا شير للفيديو. تمام. وفي تحت في الكومنت اللي هو لينك التليجرام، اشتركوا فيه عشان توصلوا لكل الملخصات والأسئلة بتاعة الدروس كلها. ماشي، تعالوا كده نبتدي. تمام، احنا النهاردة هناخد ليسون 3 وليسون 4. ماشي، الاثنين اصلا دول اصلا درسين سهل جدا. ماشي، يعني وبسيط جدا. ماشي، فتعالوا كده نعمل مراجعه كده بالمره اللي فاتت اللي احنا خدناه. احنا خدنا ان السبيد، عرفنا ان احنا ازاي نحسب السبيد، تمام، وعرفنا ان هي ليها قانون اللي هو القانون اللي هو ايه، ديستانس ديفايد تايم، تمام، وعرفنا ان انا عرفنا اللي هو الميجرنج يونت اوف ذا سبيد، تمام، وعرفنا ان السبيد دي اللي هي السرعه دي هي اللي بتخليني اعرف اذا كان الجسم ده الاوبجكت ده بيتحرك فاست ولا سلو، يعني بيتحرك سريع جدا ولا بطيء جدا، من خلال انا بحسب المساله. صح ولا لا؟ تمام. النهارده بقى لسه مكملين، النهارده هناخد ليسون 3 وليسون 4. فبيبتدي اصلا ليسون 3 بيقول لك ايه، بيقول لك هنا is there a relationship between mass and speed، يعني بيقول لك هل في علاقه ما بين الماس، ما بين الكتله، ما بين السبيد اللي هو السرعه. نقف لغايه هنا، احنا مش هنجاوب لغايه ما نفهم الاول. احنا خدنا المره اللي فاتت ان في علاقه is relationship between بين الديستانس وبين التايم وما بين اللي هو السبيد، في علاقه ما بين الثلاثه دول. طب هل هنا بقى في علاقه ما بين السبيد وبين الماس؟ تمام، قبل ما نجاوب ماشي، هو مديك اكتيفيتي بالكتاب. ايه هو الاكتيفيتي؟ قال لك ان انت معاك ثلاثه كور، تمام، الثلاثه كور دول اول كور لونها بلو بول، دي تعتبر ان هي حجمها بيجست ماس، حجمها كبير، تمام، وعندك كوره لونها ريد ذا ريد بول، تمام، والكوره ريد اللي لونها ريد دي تعتبر هي سمولست، حجمها صغير، تمام، والكوره اللي لونها اللي هي ذا جرين بول، تمام، دي تعتبر ان هي ميديم ماس، حجمها تعتبر ان هي حجمها متوسطه، يعني ولا كبيره قوي ولا صغيره قوي. خلاص، تمام. هتعمل ايه؟ هتمسك كل كوره هتحركها وتشوف، وهتبدا هتبتدي انت بقى تشغل الستوب ووتش اللي هي تشغل الستوب ووتش، وتبتدي انت تحسب التايم وتشوف مين اللي خدت وقت اقل ومين اللي هي كانت اسرع واحده فيهم. هنلاقي كده صدفه مين اللي كانت اسرع واحده فيهم، اللي كانت حجمها كبير، اللي هي مين؟ ذا بلو بول. خلاص، تمام، لان اللي حجمها كبير دي خدت حوالي كام؟ خدت حوالي 20 seconds، تمام، ودي تعتبر ايه؟ تعتبر so it has the fastest speed، دي تعتبر ان هي اسرع واحدة فيهم. ماشي، بعكس اللي كانت حجمها صغير اللي كانت لونها the red bone، تمام، دي كانت حجمها كانت ايه؟ حجمها the smallest mass، حجمها صغير، دي خدت حوالي كام time؟ خدت حوالي 30 seconds. ماشي، تمام، دي تعتبر السبيد بتاعتها، السرعة بتاعتها كانت ايه؟ it has the slowest speed، دي كانت سرعتها بطيئه جدا، تمام، انما مين اللي كانت اسرع؟ اللي كانت حجمها كبير بزواج ازدماس. ماشي، تمام، انما بقى اللي هي ذا جرين بول اللي كانت حجمها متوسطه، اللي هي ميديم ماس، ولا كبيره قوي ولا صغيره قوي، دي خدت وقت متوسط، كانت حوالي كام؟ 25 seconds، تمام، وسرعتها كانت ايه؟ دي برده كانت ميديم سبيد، يعني ولا سرعتها ولا بطيئه قوي ولا سريعه قوي، كانت يعتبر في الوسط. خلاص، تمام، احنا نستفاد ايه بقى من كل الكلام ده؟ نستفاد ان برضو ان في ريليشن شيب بتوين بين الماس وبين السبيد، ايوه في علاقه بين الماس وبين السبيد، ودي احنا لاحظنا ايه؟ لاحظنا ان الكوره اللي كانت حجمها كبير، تمام، دي كانت اسرع واحده فيهم، تمام، دي كانت الماس بتاعتها ايه؟ كانت الماس بتاعتها بيجست ماس، بعكس مثلا اللي كانت كوره لونها حمراء، نلاقي ان الكوره لونها حمراء دي كانت حجمها صغير سمولست ماس، بس دي تعتبر ان هي ابطا واحده. ماشي، ذا سلوست سبيد، يبقى فعلا الريزلت بتاعتك اللي هو الكونكلوجن الاستنتاج بتاعك ان السبيد ديبند اون ماس، ان السرعه بتعتمد على اللي هو الايه، الكتله. ماشي، ده كده ليسون 3. تمام، انا عايزاك بقى تفتح معايا مخك، تمام، وتركز معايا في الاكتيفيتي ده. ماشي، دلوقتي انت هتجيب ايه؟ انت هتجيب كتب، تمام، وترصصها فوق بعض. خلاص، تمام، وتجيب حاجه اسمها الكربون تيوب، كربون ايه تيوب، دي تبقى عباره عن انبوبه، تمام، بتبقى مفتوحه من الناحيتين، مصنوعه من الكرتونه. خلاص، تمام، وهتحط فيها اللي هو التوي كار او اللي هو التريك، عربيه لعبه كده صغيره، وتحطها فيها وتبتدي انت تشغل الستوب ووتش. ماشي، وتبتدي انت تحسب التايم، هتشوف العربيه دي خدت وقت قد ايه. خلاص،
تمام. انا مثلا مثلا يعني انا حطيت هنا مثلا كتابين ماشي، ورحت قررت الخطوة دي، بس بدل ما احط هنا كتابين رحت هنا حطيت مثلا 4 كتب خلاص، ورحت عملت ايه، حطيت برضو اللي هو الكربون تيوب اللي هو اللي هو الكرتون تيوب، وحطيت اللي برضو اللي هو التوي كور او اللي هو التريك خلاص، وبدأت برضو احسب التايب مين اللي هيكون اسرع، لما انا احط كتابين ولا لما احط مثلا 4 كتب. تخيل كده معايا، اكيد يا ميس ان انا لما احط 4 كتب. ليه؟ لان انا كل ما الانبوبه لما تميل كده تمام، كل ما السرعه بتزيد. بيرفكت، شاطر جدا، هو ده بالظبط اللي عايز يوصله لك. تعال نقرا كده، بيقول لك ان من الاوبزرفيشن من خلال المشاهده، باي انكريزنج ذا نمبر اوف بوكس، لما بزود عدد الكتب تمام، ذا سبيد اوف ذا تراك انكريز، سرعه العربيه بتزيد، وبالتالي الديستانس المسافه مالها، المسافه هتزيد، ذا ديستانس ويل بي انكريز تمام. يبقى there are distance relation between بين السبيد وبين الكاينيتك، في كده علاقه ما بين السبيد وبين الكاينيتك انرجي خلاص. بيقول لك هنا ايه، بيقول لك لما increasing the angle of inclination، لما بتزيد زاويه الميل، لما يعني هو قصده لما الانبوبه هنا بتميل اكتر، كل ما السرعه مالها هتزيد، the speed increase، وده بيترتب عليه ان الكاينيتك مالها، الكاينيتك انرجي مالها increase. perfect، the kinetic energy increase خلاص. مهمه جدا 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 تعرف دي. هنا لما بيحصل ان لما بيحصل increasing the angle of inclination، لما زاويه الميل بتزيد تمام بتاعه الاوبجكت ده تمام، اللي بيحصل للسبيد increase، اللي بيحصل للكاينيتك انرجي increase برضو خلاص تمام. تخيل معايا في الجزئيه دي، انت دلوقتي لو راكب عربيه خلاص، وانت عاوز ايه، انت عاوز العربيه اللي انت راكبها دي ان هي تمشي سريع جدا خلاص، هتعمل ايه؟ اكيد يا ميسا عشان اخلي العربيه دي تمشي سريعه، فاكيد يعني بالذكاء كده ان انا هدوس بنزين كتير، فده هيخلي العربيه ان هي تجري بسرعه. شاطر جدا، هو ده بالظبط اللي هو عاوز يفهمه لك. تعالى كده نقرا ونشوف بيقول ايه. بيقول لك ايه، بيقول لك he presses the gas pedals to send more gasoline. شايف الحته دي تمام، دي اسمها الدواسة، اللي هي الدواسة دي بتبقى موجودة في العربية، الشخص اللي بيكون راكب العربية دي بيدوس عليها، فده بي 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 بيدوس عليها عشان يدوس على البنزين، يدوس بنزين كتير عشان ده يترتب عليه ان العربية تمشي سريعة جدا تمام. فدي بنسميها ايه، بنسميها gas pedals. gas pedals بتعمل ايه الجاز بيدلز دي، to send more gasoline into the engines تمام تمام، converted more chemical potential energy into the gas to kinetic energy. ده احنا قلنا الجازولين دي عبارة عن ايه، عبارة عن الكيميكال بوتنشال انرجي، عبارة عن كيميكال صح، طاقة كيميائية تمام، هتحول اللي هي الكيميكال انرجي دي لايه، للكاينيتك انرجي، دي احنا عارفينها تمام. يبقى انت دلوقتي لو انت عايز تخلي العربية دي تمشي go faster تمام، تعمل ايه، he presses the gas pedals، اللي انت تدوس على الدواسة جامد جدا 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 عشان اللي هو الجازولين، عشان الجازولين ده يتحرق تمام، ويتحول من الكيميكال بوتنشال انرجي للكاينيتك انرجي خلاص. فهمنا دي تمام. يبقى الخص كده ان في علاقه كمان ما بين الفورس وما بين السبيد. يبقى تعالى كده نقف كده، احنا قلنا يا ميس ان في علاقه بين السبيد والتايم والديستانس بيرفكت، وعرفنا كمان ان في علاقه ما بين اللي هو السبيد والماس، اللي هي الكره اللي كانت لونها بلو وكانت حجمها بيجست ماس، لانها هي اللي بتجري اسرع واحده من الكره الريد الصغيره اللي هي السمولست. شاطر شاطر جدا تمام. وكمان هنا يا ميس في علاقه ما بين الفورس وما بين اللي هو السبيد، اه طبعا، لانك انت هنا لما بتعمل increase فورس، لما بتزود اللي هو الفورس القوه تمام، انت كده ضغطت جدا، عملت كده فورس، ضغطت على اللي هو الجاز بيتلز صح ولا لا تمام. يبقى انت كده ترتبت عليه ان هو حصل ايه، حصل انكريز سبيد، حصل ان السرعه زادت تمام، ولما السرعه زادت ده حصل ايه، حصل انكريز كاينيتك انرجي صح ولا لا، مش الكيميكال بوتنشال انرجي اتحولت ليه كاينيتك انرجي صح ولا لا تمام، بالتالي حصل ايه، حصل انكريز. هنا بقى العكس، بمعنى بدل ما انت كنت عاوز تخلي العربيه تمشي فاست، انت بقى عاوز تخلي العربيه تمشي سلو داون ببطء. تعمل ايه، مش انت رجلك تحت موجوده في الدواسه في اللي هو الجاز جازولين، هتبتدي ان انت تشيل رجلك بالراحه جدا ببطء تمام تمام. تعالوا كده نقرا، بيقول لك هنا when he talks his foot off so the amount of gasoline that send to engines decrease
كده بالتالي ان كميه الجازولين اللي طالعه هتبقى قليله، بعكس المره اللي فاتت. المره اللي فاتت لما كانت العربيه تمشي بسرعه احنا كنا بنزود كميه الجازولين، صح؟ تمام. يبقى هنا بقى نشوف، هنا نستنتج كل الكلام ايه، نستنتج لما بيحصل decrease force، تمام ده بيترتب عليه السرعه بتكون مالها، السرعه بتكون decrease speed. تمام. طب والكاينتيك انرجي، الكاينتيك انرجي برضو بسبيد، مش انت قللت حركه رجلك؟ تمام. الطاقه دي بنسميها ايه؟ بنسميها كاينتيك انرجي، صح ولا لا؟ تمام. انت دلوقتي بتبطئ حركه رجلك، يبقى بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها decrease kinetic energy. تمام. بيقول لك هنا ايه، we can make a car speed up and slow down by increasing or reducing or decrease، تمام، the force applied to vehicle to change the speed. انت ممكن تقلل، يا اما تقلل من سرعه العربيه او تزود من سرعه العربيه. ده هيترتب عليه ان انت لازم يا اما هتعمل increasing او reducing force، يا اما هتخلي القوه اللي انت هتعملها للاوبجكت اللي قدامك دي الفورس بتاعتها يا اما increase يا اما decrease. خلاص تمام.